ولنقاش ملف التوتر القائم في شرق البحر الأبيض المتوسط ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتبوغلو. أهلا بكم سيدي. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. انطلاقا من تصريحات وزير الدفاع التركي حول خطوات اليونان في المنطقة التي تقضي على فرص إجراء أي حوار بعد تسليحها ل18 جزيرة بشكل يخالف القوانين الدولية، إلى أي مدى نحن مقبلون في الفترة القادمة على تصعيدات جديدة في شرق المتوسط؟ طبعا واضح تماما من خطاب رئيس وزير الدفاع التركي لوسي أكار بأن المنطقة هي ما تزال وخاصة من الطرف اليوناني قائمة على التصعيد وعلى الاستفزاز وعلى التوتر وتسليح الجزر، هذا خير دليل على ذلك. تركيا تريد الحوار ولا شيء سوى الحوار الثنائي المباشر بين تركيا واليونان. التدخل الاتحاد الأوروبي وتحديدا فرنسا يقوم بتأجيج المنطقة، وبالتالي هذا يصعد مزيد من التصعيد التي ربما تكون نتائجه كارثية في المنطقة. تركيا لا تريد إلا أن يكون هناك تقسيم عادل للثروات وفق القانون الدولي، ولكن في نفس الوقت لا تراجع ولا تتخلى عن حقوقها السيادية سواء فيما يسمى الوطن الأزرق أو المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، أو سواء ما يتعلق بقضية تقسيم الحدود العادلة وفيما يتعلق في موضوع الجزر المشاطئة لتركيا. لا يمكن الحديث عن أمن واستقرار في ظل هكذا تعنتات واستفزازات من قبل اليونان، وبالتالي تركيا من خلال الدبلوماسية والسياسية ما تزال تحاول أن تضغط على اليونان لتجلس إلى طاولة الحوار بشكل مباشر دون أن يكون هناك تدخل خارجي. التدخلات الخارجية هي التي مع الأسف تكون منحازة وغير عادلة وغير آمنة، وهذا يؤجج الموضوع بين الطرفين. كيف يمكن قراءة خطوة اليونان إلى التسلح وذلك بإعلانها عن شراء مقاتلات وأسلحة فرنسية، خصوصا بوضوح الموقف الفرنسي المنحاز لليونان؟ واضح يعني بأن فرنسا هي المستفيد الأكبر، هي تقوم بتأجيج الموقف، تقوم بعملية استفزاز، وتقوم بعملية دفع اليونان إلى الطريق الخاطئ ولأسباب تجارية واضحة. صفقات الأسلحة خير دليل على ذلك، شراء الأسلحة من قبل اليونان، تزويد الأسلحة الفرنسية إلى اليونان، هذا يحمل أعباء كبيرة جدا على اليونان وهو يفيد فرنسا ومطعم تجاريا، هذا واحد. ثانيا هذا يؤجج المنطقة من ناحية أن تسليح الجزر هذا مخالف للقانون الدولي، هذه الجزر يجب أن تبقى وفق الاتفاقيات المنعقدة بين الطرفين، أن تقوم بلا سلاح، اتفاقيات هي موثقة دوليا، تسليح هذه الجزر هو انتهاك لهذه الاتفاقيات، وبالتالي تركيا بالمقابل ستضطر أن تقوم بعمل ما يلزم إذا ما كان هنالك تهديد لأبنائها القومي، خصوصا إذا ما علمنا أن معظم هذه الجزر تكاد تكون قريبة جدا من السواحل التركية. جزيرة ميس تبعد 2 كيلومتر عن الشاطئ التركي، وهذا تهديد لأمنها القومي، وتركيا هي الآن تقول بكل صراحة وبقوة يجب نزع السلاح، تسليح الجزر هو انتهاك للسيادة وتهديد لأمن تركيا القومي، وهذا سيؤجج المنطقة إلى مرحلة تصعيدية أكبر. بعد تحذيرات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتصريحات أخرى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما هي وسائل الضغط التي تملكها تركيا لمواجهة اليونان ومعها فرنسا في هذه القضية؟ يا سيدتي، اليونان ليس لها يعني يمكن مواجهة لتركيا، تركيا أقوى جيش في أوروبا، ثاني أقوى جيش في الناتو بعد أمريكا، لا يمكن مقارنة اليونان بتركيا، هذا واحد. تركيا لا تهدف الى ان يكون هنالك صراع مسلح، ولكن اذا ما استلزم الامر فهي جاهزه لترد الصاع صاعين، فهي قوه رادعه ولن تتنازل عن حقوقها. الاوراق الضغط لتركيا كثيره جدا، قالها الرئيس اردوغان اذا ما كان هنالك التلويح بعقوبات من قبل الاتحاد الدولي او من فرنسا فتركيا جاهزه لاغلاق مجالها الجوي، وهذا سيكلف الاتحاد الاوروبي واليونان وفرنسا التكاليف باهظة جدا في
في قضية السفر والطائرات التنقل إلى بدون المرور فوق الأجواء التركية. الورقة الثانية هي تركيا حصن منيع أمام الهجرة غير الشرعية، وهذه الورقة ربما تستخدم بقوة ضد الاتحاد الأوروبي وفرنسا واليونان. النقطة الثالثة لا ننسى بأن تركيا خامس أكبر شريك تجاري استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعريف التبادل التجاري أو ربما الترويح بعقوبات من قبل تركيا أيضا على الاتحاد الأوروبي سيؤثر ويضر أيضا بالميزان التجاري. بمعنى الخلاصة، يجب أن يكون هنالك حوار مباشر بين تركيا واليونان دون تدخل أي أطراف ثالثة. التدخل المنحاز إلى اليونان هو لا يؤدي إلى حلول، بالعكس يؤدي إلى تعقيد المشكلة أكبر وأكثر. بعد إعراب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلقه حيال التصعيد الحاصل في شرق المتوسط، هل نتوقع تدخل أمريكي للوساطة أو تهدئة هذه الأزمة بين الجانبين التركي واليوناني؟ مع الأسف أمريكا تمارس النفاق السياسي. أمريكا ليست جزء من الحل، أمريكا جزء من المشكلة. أمريكا هي التي قامت بإلغاء حظر السلاح على قبرص اليونانية، وهذا معناه صب الزيت على النار وتأجيج الموضوع أكثر وأكثر، وهذا لا يتماشى مع روح التحالف المفروضة بين أمريكا وتركيا. وبالتالي زيارة بومبيو أيضا لا الآن هي فقط لذر الرماد في العيون، هي عبارة عن استعراض إعلامي لا يعول عليها شيء على أرض الواقع. وما يجب أن يكون هو المحادثات المباشرة الغير مشروطة بين اليونان وتركيا، وتركيا واليونان دولتان جارتان ليست بحاجة إلى دول أخرى لكي يكون هنالك وساطات. يجب أن تكون الوساطات هي وساطات محايدة ليست منحازة لطرف على حساب طرف آخر. عودة سفينة التنقيب أوروتش من مناطق تنقيب في شرق المتوسط وحديث اليونان عن رغبتها بالحوار، هل هذا يمهد الأرضية لبداية الجلوس والتفاوض وتوصل إلى حلول دبلوماسية وسلمية لهذه الأزمة؟ ربما إلى حد ما نعم. تركيا سحبت الذرائع من اليونان التي كانت دائما تحتج بأن تركيا هي الآن تخالف القوانين الدولية. سحب سفينة أوروتش رئيس أو رئيس أوروتش هي انتهاء المهمة التقليدية، وربما تعطى لها مهمة أخرى في الأيام القادمة. هنالك سفينة التنقيب ياووز ما تزال مستمرة على رأس عملها، لا تغيير في الموقف التركي ولكن لا تصعيد من قبل تركيا. هذه خطوة مهمة في سحب الذرائع من قبل اليونان. على اليونان بالمقابل أن تبدي حسن النوايا وأن توقف استفزازاتها. زيارة رئيسة اليونان اليوم إلى جزيرة ميس هذا نوع من الاستفزاز. الاستمرار في تسليح الجزر هذا استمرار في الاستفزاز. التوقيع الاتفاقية بين اليونان وبين مصر قمة الاستفزاز، وبالتالي الكرة الآن في ملعب اليونان وليس في ملعب تركيا. وعلى الجميع أن يعلم بأن تركيا جاهزة لكل الاحتمالات، يد على الطاولة ويد على الزناد. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتبولو، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا.